حديث التعليم. نعم. قال حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. آه رجل من المسلمين ورجل من اليهود استباه. الآن إذا هذا ما يريده الإمام البخاري أيضا الخصومة بين المسلم واليهودي. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة تفضل. يحيى بن قزعة هو القرشي المكي المؤذن أبو زكريا مقبول. شو المؤذن؟ شو المؤذن؟ المؤدب. أيوة لا في شيء مهم ما ذكرته أيضا. نعم مقبول من العاشرة. أيوة إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الجبرين أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة مات سنة 85 و100. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر بن فقيه الحافظ واتفق على جنازته وإدفانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة 25 و100. أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة مكثر مات سنة 94. عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة عالم مات سنة 10 و100. ثقة ثبت عالم. نعم ثقة ثبت عالم مات سنة 10 و100. أبو هريرة رضي الله عنه الجوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه وأرجحه عبد الرحمن بن صخر مات سنة 57 وهو ابن 78. نعم من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة؟ واحد من أفراده. نعم شيخ البخاري من أفراده على مسلم. اثنين اثنين إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. ثلاث نعم فيه الإقران بين أبي سلمة والأعرج. أربعة فيه رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن التابعي ابن شهاب عن أبي سلمة وابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج. نعم فيه رواية التابعي عن تابعيين فابن شهاب روى عن أنس وغيره. طيب نرجع